عن كيف يمكن للورى أن تعرف المهدي عند ظهوره كان السؤال، والرد عن هذا التساؤل فيه توضيح يبدد وهم من للشك مال. فإمامنا المهدي عند ظهوره لا شك يعرف بالمعاجز والخصال، فإذا رأتها الناس فيه تيقنت من أنه عين الحياة بلا جدال. فهو الذي تطوى له الأرض الوسيعة دون حاجته لحل وارتحال، وكذاك لا ظل له فوق الثرى فيما لكل الناس في الدنيا ظلال. وله خصال يستدل بها وليس سواه من أحد له تلك الخصال. أولى الخصال بنص والده عليه لتعرف الناس الإمام بكل حال، ويجيبهم إن يسألوه، وإن يرى منهم سكوتا عنه يبتدئ المقال. ومحدث للناس عما في غد سيكون عن علم يقين لا احتمال. وبكل ألسنة الورى متكلم للناس إن هم من جنوب أو شمال. ودلائل في الكون عند ظهوره سترى على وجه الحقيقة لا الخيال. بسماع صيحة جبرائيل في السماء والشمس مطلعها يكون من الزوال. وسؤالنا للناس إن ظهرت دلائله فهل ستطيعه دون اعتلال، أم أنها ستقول أن قد أوذيت من قبل أن يأتي وتأبى الامتثال؟